لتفاصيل صغيرة ولكن بتفرق على السفرة. انت اولادك في كبار وفي صغار، والشيف المغازي عمل اكلة، جوزك اكلها في عند ضيوف، كان مسافر ورجع بالسلامة قال لك المعدوس بره غير اللي هنا، غير الكشري، ولادك ما ذنبهمش حاجة. نعمل النهاردة طبق مكرونة لطيف وجميل بالدجاج. حلو، على طريقتي كده. شوفوا هنعمله مع بعض ازاي بتفاصيله الصغيرة، وانا بهديه للأطفال الحلوين لأن أنا بحب الأطفال. المقادير على الشاشة: صدور فراخ، مكرونة بالمسمى بتاعها سباكيتي، مكرونة سريعة التحضير، خضار جزر وكوسة، بقدونس أو ريحان، روزماري، زعتر، كل دي التفاصيل مع بعض، ولكن الطريقة بسيطة وسهلة. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض إزاي. امبارح حصل معايا موقف لطيف حلو. بعد صلاة الجمعة طالع لقيت واحد بينادي عليا: شيف أحمد، شيف أحمد، شيف أحمد. والله العظيم ده حصل. لقيت واحد بيقول لي أنا بكرهك جدا، طفل كده يعني، اسمه إياد. فأبوه معاه هو طالع من الصلاة، ضحك قال لي مش بيكرهك، قال لي الراجل ده كان بيكرهك جدا على الطفل ده اسمه محمد إياد، محمد زكريا. ليه يا إياد بتكرهني كده؟ أنا اتغيرت طبعا لما قال لي. قال لي ماما بتحب تتفرج عليك وتعمل الأكل اللي بتعمله، وأنا بكون بتفرج على لعبة في التلفزيون، شفت الأطفال ومباراة الأطفال فحضنته وبوسته. قال لي بس دلوقتي بحبك يا شيف مغازي. قلت له ليه؟ قال لي لأنك الأكل اللي أنت بتعمله ماما على طول بعد ما بتخلص بتقوم تعمله. الموقف ده حصل امبارح بعد صلاة الجمعة. فاتبسطت جدا على فكرة، عرفت إن في متابعة، عرفت إن البيت المصري زي ما بيقولوا وانت شغال يا شيف مغازي بنحس انك انت معانا وقاعد معانا. فبشكر اياد محمد زكريا ان كان بيكرهني وبدا دلوقتي بيحبني. ليه؟ كان بيحب يتابع اللعبه بتاعته على التلفزيون، وطبعا يعني اي بيت بيبقى فيه شاشه تلفزيون واحده، فيا هنشوف برامج، يا هنشوف اخبار، يا هنشوف اكل، فبيحصل اختلاف، وده الطبيعي، وده بيحصل في البيت عندي كمان. اللي عايز يشوف لعبه، اللي عايز يشوف مسلسل، اللي عايز يشوف نشره اخباريه وهكذا، فاللي عايز يشوف الاستاذ يوسف بالليل وهكذا. فهنعمل ايه؟ فبرنامجنا الساعة واحدة وبكون الطفل أجازة وقاعد في البيت، فإن مامته تتنازل وتسيب له اللعبة أو إن هو يتنازل عن اللعبة بتاعته ويشوف برنامج مطبخ، فده بنشكر الأطفال الحلوين. فشكرا يا إياد. تعالى أعمل لك النهاردة مكرونة حلوة أنت بتحبها. سألته بتحب إيه؟ اللي بحب آكل المكرونة دايما من إيد ماما. أنا أعمل لك مكرونة النهاردة أكيد ماما بتعملها كده. أهو آدي زيت على النار، ونحط بصلاية ناعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. ونحمر مع البصلايه دي التومه، والتومه اختياري على فكره في المكرونات بالذات اختياري. معلقه زبده لسرعه تحمير البصله، بصلايه على النار. اللهم صل على النبي على الريح. ننزل بصدور الفراخ، اي خدمه يا عم اياد، الفراخ دي كلها لك. ونقلب تقليبه دي كده، حلو. التقليبه دي مطلوبه تاخد لون، وهي بتاخد لون كده بننزل عليها بعود زعتر حلو بالشكل ده كده. بهاراتنا يا عم الشيف الطبيعي، شوية بهارات من الملح والفلفل. طبعا الأكلة دي مش لازم تكون فيها كمون، ولكن بتحب السبايسي وسالي أطفالك الحلوين إذا بيحبوا السبايسي خلاها سبايسي. ولكن المكرونة بالنوعية دي أو بالشكل ده اللي معانا على الشاشة دايما بتبقى واخدة سكة السبايسي. حتى بيعملوا مسابقة الأولاد مع بعضهم في البيت، طبقين سبايسي اللي خلص قبل يعزم التاني على خروجه حلوه. حلو، التقليبه دي كده، بصلايه، تومه، بهاراتك بالشكل ده كده، تحميره حلوه. ننزل بالخضار بتاعنا، الجزر الحلو مفيد للنظر وفيتامين سي، كوسه، عايزه تحطي فاصوليا، الخضار اللي انت حباها.
هنسيب ده كله مع بعض يستوي، لان المكرونه دي مش هتاخد مننا 3 دقايق، سريعه التحضير حضراتكم عارفين. هنحط نقلب كده، البعض بيحبها بالطماطم، البعض بيحبها بلونها حسب الرغبه. حط الميه المغليه بتاعتنا، اللهم صل على النبي، بس ونسيبها تستوي. وادي اكله كمان خلصت للاطفال الحلوين. ان هي سبايسي او مش سبايسي ده اختياري حسب ما هم بيحبوا، خلي بالك مهم جدا نهمس في اذنهم. عايزه يا حبيبتي يا قلبي يا بنوتي يا الصبي بتاعي عايز الاكل سبايسي، خلوه سبايسي، مش اجباري جوزك بيحب السبايسي الولد ياكل سبايسي، ما احبش كده انا، خلي بالك. نروق الدنيا كده، ما تبص على الحلاوه كده، المكرونه بتناديني، هو ده، بص على الحلاوه. ننزل بالمكرونه بتاعتنا سريعه التحضير. 1 2 1 3 1، حلو الكلام. زي الفل، هنسيبها زي ما هي كده، هي تفك لوحدها، ونغطيها برضو شويه. مكرونه على طريقتي سريعه التحضير زي الفل. نبص على النودلز بتاعتنا، على سوري على المكرونه. المكرونه اهي، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. مكرونه سريعه التحضير اهي، معاها جزر، معاها فراخ، معاها كوسه، هي استوت. اخواننا الصينيين او اليابانيين بيحبوا ياكلوها كده، الصلصه بتاعتها كتيره. نعم، البعض اهي اطلعها فوق. حاضر اهي، ايه الحلاوه دي. بص، عايزين ناكل هام هام هام، دي سبايسي خلي بالك. البعض بيسيبها لما تنشف على النار ما بيبقاش فيها صوص، انا شخصيا بحبها بالصوص بتاعها ده كده، خلي بالك. اتعملت اهي وخلصت، والنودلز نغرفه مع بعض بالمره. بسم الله الرحمن الرحيم، طبق النودلز اهوت. قول لي ولا تخبيش يا زين، مكانه هنا حلو، ايه رايك حبيبنا؟ بص على النودلز. النودلز جاهز والله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده سخنه يا عم الشيف، العب. هو ده، يلا النودلز، نودلز اهوت. مكرونه بالدجاج بالجزر، مكرونه سريعه التحضير. حلو، حاضر، خلاص والله انا اسف، حاضر. حاضر، نشيل دي كده. عينيا، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، انا احبها كده معاها الصوص ده كده. اخواننا اليابانيين والتايلانديه بياكلوها كده. تعالوا مع بعض نشوف اخبار التوست ايه. هو ده، لا احلى حاجه التوست ده بقى، عجبنا قوي على فكره، حلو، لا عجلنا ولا خبزنا، زي الفل.